وفي ذات الإطار عقد أعضاء لجنة تنظيم الاحتفالات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية بمدينة ماسينيا بهدف وضع اللمسات الأخيرة للاحتفال بالأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2017 بإقليم شريبة جرمي. محمد عثمان بشير. هذا الاجتماع الذي جمع بين أعضاء اللجنة المنظمة لاحتفالات الأسبوع الوطني للمرأة دورة 2017 المقام بمدينة ماسينيا مع أبناء مدينة ماسينيا من الجنسين، الهدف منه هو تبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة من أجل وضع اللمسات الأخيرة لاحتفالات الأسبوع الوطني للمرأة. ما دعنينا بس نسؤال ليلتنا ناس ماسينيا أو كل كروفي منين ينشكل ما تأتير ناس على الشارع باجرمين يسوق، وبعدين البرنامج مستمر كله تشوفوه على الصباح يوم ده كله في اكتيفيتي قاعدين، والكلوز هذا ده يوم 6 ويوم 7 يوم لازم انتم كلكم تقفوا زي رجل واحد. احتفالات الأسبوع الوطني للمرأة هذا العام المقام بمدينة ماسينيا على حسب ما تم تأكيده من قبل اللجنة المنظمة سيشمل مخيما طبيا للعلاجات والكشوفات المجانية للنساء، ومعرضا يشمل مختلف الثقافات التاريخية والحضارية بمملكة باجرمي، وكذا نشاطات أخرى علمية ثقافية ورياضية. ونعيد إلى الأذهان بأن احتفالات الأسبوع الوطني للمرأة ستبدأ رسميا في الأول من مارس المقبل وحتى الثامن من ذلك الشهر.